الدستور الملكي القديم هو ما اختارته حكومة طالبان المؤقتة لحكم البلاد خلال الفترة الحالية. هذا ما أعلنت عنه الحركة وهي تشرح للعالم شكل حكمها السياسي وتعابير وجهها الجديد. وزير العدل في حكومة طالبان المؤقتة عبد الحكيم شرعي قال إن الحركة ستلتزم بأحكام دستور الملك الراحل محمد ظاهر شاه مؤقتا مع حذف ما يخالف أحكام الشريعة منه. التصريح هذا وضع المهتمين بشأن طالبان وعودتها إلى أفغانستان وضعهم في دائرة البحث بأوراق التاريخ الدستوري للبلاد ومحاولة فهم ما سيسري من بنود آخر الدساتير الملكية. سلطان القيصي حاول قراءة ملامح هذا الدستور وسياق صياغته وإعادة العمل ببعض بنوده. إذن يعود العمل من جديد بدستور آخر ملوك أفغانستان، دستور عام 1964. أسباب كثيرة حتى الآن غير معروفة لماذا اختارت حركة طالبان العمل بهذا الدستور مؤقتا بطبيعة الحال كما ذكرت، مع حذف بعض البنود التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن طارق، ربما هو موقف الحركة من ذاك الدستور أو النظام الذي أقر في أو تحت وطأة الاحتلال الأمريكي لأفغانستان هو ما دفعها للبحث في الدساتير القديمة لتجد قانون يضبط هذه المرحلة الانتقالية. لذلك يعني اليوم جمعنا أبرز ملامح دستور عام 1964 وكيف تحول خلال السنوات. في رواية عداء الطائرة الورقية الصادرة عام 2003، يرفع الكاتب الأفغاني خالد الحسيني صورة أفغانستان في العهد الملكي مقابل صورتها في عهد طالبان، وفي المسافة بينهما يتقافز بين ألغام السوفييت، وتعكس الصورة الأولى استقرار البلاد واتشاحها بالموسيقى والفساتين الملونة، أما الثانية فتسيطر عليها الأسلحة والجلابيب القاتمة. ويقول المفسرون إن الدستور أبا القوانين هو المسؤول عن صورة الحيوات السياسية وصور البلاد أينما امتدت. اتسمت إذن الفترة الملكية في أفغانستان بالاستقرار، إلا أن فترة آخر الملوك محمد ظاهر شاه جاوزت ذلك إلى الازدهار على المستوى الاقتصادي والحضاري والسياسي أيضا، خاصة بعد تدشينه دستور عام 1964 والذي قفز بالبلاد نحو مسار ديمقراطي ينتخب فيه الشعب البرلمان ويكفل استقلال السلطة القضائية. وتولى محمد ظاهر السلطة في 19 من عمره بعد اغتيال أبيه محمد نادر شاه، وشهدت فترته إعلاء لشأن التعليم وافتتاحا لمطاري كابل وقندهار قبل أن يذعن لسيف ابن عمه محمد داود خان بانقلاب أفضى إلى حكم جمهوري. وبحسب دستور عام 1964 لمملكة أفغانستان فإن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، إلا أنه يكفل حرية الدين لغير المسلمين، وحدد الدستور العلماني البشتوية والدارية لغتين رسميتين، وأقر انتخاب مجلس النواب لأربعة أعوام فضلا عن انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إضافة إلى مجلس اللويا جيرجا الوجهاء القبائل. واشترط دستور آخر ملوك أفغانستان حصول الحكومة على ثقة البرلمان، والأهم من ذلك تشكيل هيئة مستقلة تتولى شؤون القضاء. نهضة محمد ظاهر شاه السياسية تلك ستظل عالقة في الذهن الأفغاني حتى اليوم. المثير أن الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001 تعفف عن العودة لدستور الشاه، فأسس لحياة سياسية جديدة يبدو فيها هامش المساهمة الشعبية أضيق من ذي قبل، فانحصرت أغلب الصلاحيات بيد الرئيس المنتخب الذي ينتخب انتخابا مباشرا لمدة 5 سنوات، مما قلل من شأن البرلمان. وقد وضع هذا النظام عام 2002 وواجه انتقادات برلمانية نهاية عام 2003، وقد أفرزت الانتخابات تحت مظلته الرئيس حامد كارزاي، والذي بعد أن أنهى فترته الرئاسية المؤقتة التي زكاه لتوليها محمد ظاهر شاه نفسه، ثم أفرزت الرئيس الهارب أشرف غني.
ومنذ أن أحكمت حركة طالبان سيطرتها على البلاد حاولت تقديم نموذج أكثر مقبولية من ذاك الذي قدمته عام 1996، فاتجهت لمخاطبة المجتمع الدولي بلغته وشكلت حكومة مؤقتة تتولى إدارة البلاد إلى حين الوصول لحكومة معترف بها. وراغبة فيه وراغبة عنه عادت الحركة إلى دستور عام 1964 للاحتكام إليه مؤقتا وسد الفراغ إلى حين صوغ دستور جديد، وذلك مع استثناء البنود التي تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية بحسب إعلان وزير العدل عبد الحكيم شرعي الذي أكد أن زعيم طالبان هبة الله أخندزادة لن يتمتع بصلاحيات الملك المنصوص عليها في الدستور التراثي. هكذا إذن تلبس أفغانستان فستانا مرة أخرى بعد أن كيفته طالبان ليصبح فضفاضا وقاتما. إذن طارق، المسألة تبدو كتكييف لهذا الدستور، الدستور القديم الذي وضع في نهاية العهد الملكي لأفغانستان، تكييف لنصوصه بما يتلائم مع مبادئ حركة طالبان، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل التي تمس بالمبادئ الإسلامية من وجهة نظر الحركة التي أكدت أن هذا الدستور سيكون مؤقتا إلى حين صوغ دستور جديد. إذن العودة من جديد إلى دستور العهد الملكي في ذلك الوقت، وما أشرت إليه سلطان من أنه كفل الكثير من الحقوق والحريات فيما يتعلق بهيئة مستقلة قضائية، كذلك الانتخابات وبرلمان، وكان هناك وضع وازدهار اقتصادي وانتعاش أيضا فكري وثقافي في ذلك الزمن. لكن اليوم طالبان تختار أن تعود إلى هذا الدستور، لكن مع بعض التعديلات التي ربما تضيف إليه وتحذف منه ليتلائم مع أفكارها ورؤيتها للبلاد خلال الفترة المقبلة. سلطان قيس، شكرا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات، كل الشكر. الآن أذهب إلى واشنطن، أرحب بضيفي من هناك الدكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق، كذلك ضيفي من كابول حكمة صافي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما أستاذ حكمة صافي من أفغانستان. سأبدأ معك، هناك ربما جملة من التساؤلات التي تحتاج ربما إلى إجابات لم تتوضح حتى الآن. لماذا ذهب الطالبان إلى اختيار هذا الدستور بالذات؟ هل هو متوائم مع أفكارها ورؤيتها؟ تحياتي لكم جميعا. كما تعرفون أن الحركة أو الإمارة الإسلامية بأشد حاجة إلى دستور، وكما قالت أنهم يعملون على إجراء أو على تخطيط الدستور الجديد ويكون معظم موادها أو بنودها الإسلامية، لكن الحركة كحكومة الموجودة في أفغانستان بحاجة إلى أن تتعامل مع الدول، وهذه الدستور القديم الذي تم تنفيذها هي كمبدئية دستورا للبلد، رغم أن الموارد التي تخالف أو تغاير مفاهيم الشريعة لن تتعامل معها الإمارة الإسلامية. يعني كما تعرفون أن الحكومة أو الدولة دون دستور لن تمشي، وصعب لها التعامل حتى داخل البلد أو خارج البلد. والنقطة الثانية هي كبداية خطة، يعني أن الحركة ستعدل هذا الدستور وستطرح دستورا جديدا بعد المشاورات مع المشايخ زعماء القبائل ورجال التخصص في هذا المجال أكيد، لكن هذه كحاجة ماسة أو كنقطة مبدئية هم قرروا. والدستور الملكي هي تمتاز بجمع كلمة كافة الشعوب أو كافة العرقيات الموجودة داخل المدن الأفغانية، يعني هي الدستور تجمع كلمة كافة الأفغانيين أو المواطنين الأفغانيين الموجودين في أفغانستان، يعني تمتاز بهذا الشيء. ولذا بالفعل الإمارة الإسلامية هي بحاجة إلى وحدة كافة العرقيات الموجودة في أفغانستان. والنقطة الثانية مهمة جدا هي تم تنفيذها لكثب الثقة الشعبية في هذه المرحلة الحساسة جدا. نعم،
كسب الثقة الشعبية. دكتور مسعود بن واشنطن، برأيك العودة إلى هكذا دستور من قبل حركة طالبان مؤشر جيد، ممكن أن يكون موضع ترحيب من واشنطن ولها وله دلالاته، لأن واشنطن تريد أن تطالب من طالبان أن تقرض الأقوال بالأفعال، برأيك هذه الخطوة ربما تقرب شيئا من اعتراف ما أو بدء علاقات مع حركة طالبان؟ أولا تحية لك وتحية للضيف الكريم أستاذ وللمشاهدين الكرام. كما تفضل الضيف الكريم وأنا أوافقه تماما، هنالك حاجة لدستور، وحركة طالبان لا تستطيع أن تتبنى دستور عام 2003 لأنه مطبوع بالطابع الأمريكي، أي يعني أن ما زال الاستعمار الأمريكي موجودا في أفغانستان، وهي لا تستطيع أن تتخلى عن عقيدتها وعن الشريعة الإسلامية لأن ذلك يعني أنها تغيرت نهائيا، وهذا أمر غير صحيح. لذلك هي تبنت دستور عام 1964 الذي عندما كانت أفغانستان معترف بها من جميع دول العالم، واستثنت منه ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية لتظهر أنها ما زالت هي المحافظ على الشريعة الإسلامية، وبذلك تكون قد لبست حلة جديدة تتمنى أو ترجو أو تأمل من ورائها الحصول على التأييد وعلى الاعتراف الدولي بها من دول الغرب من جهة، وخاصة من الأمم المتحدة، وهذا أيضا يريح الولايات المتحدة بالذات، بحيث لا تشعر الولايات المتحدة أنها تركت أفغانستان وانسحبت منها وأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل العام 2001، وأن الاحتلال الأمريكي والخسائر الكبرى في الأرواح وفي المادة لم تنفع الولايات المتحدة في شيء. وأهم شيء في هذا الدستور الجديد هو ما أعلنته الحركة بأنه دستور مؤقت، يعني أنا أعتقد أن الحركة ستنتظر الحصول على اعترافات من الدول بها وأن تبدأ حركاتها وتحركاتها مع الدول، وربما بعد ذلك تعود إلى قاعدتها الأساسية التي هي الشريعة الإسلامية وتعود. ونرى على الأرض حاليا كيف أن هنالك اضطهاد للنساء اللواتي كنا يعملن سواء في الصحافة أو حتى وخاصة في القضاء وفي مجالات أخرى، أي يعني أن طالبان لم تتغير في الجوهر ولكنها تظهر بحلة جديدة تجاه الغرب وتجاه الدول الأخرى من العالم. طب أستاذ حكمة شافي، إذا كان الهدف من العودة إلى هذا الدستور هو أن ينال قبولا واسع النطاق من المجتمع الأفغاني وأن يكون معبرا عن جميع المكونات والعرقيات، ما هي البنود التي ربما لا تتناسب وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وارتأت حركة طالبان أن تحذفها من هذا الدستور، رغم أن الدستور 1964 ينص بصراحة أن الإسلام هو الدين الدولة؟ دون شك يعني في هذه المرحلة الحساسة أن قرار دستور العهد الملكي، هذا معناها أن حركة طالبان تريد أن ترسل الرسالة إلى المجتمع الدولي والعالم بأنها تغيرت، وهذا شبه التنازل كما نراه يعني، وهي رسالة تعبر أن حركة طالبان هي حاضرة أن تتعامل أو تمشي مع المجتمع الدولي. والنقطة الثانية، دون شك أن هذا الدستور الجديد سيعين، وهذا الدستور مؤقت وسيأتي دستورا جديدا، لكن هذا الدستور الجديد الذي يأتي مكانه هو سيأخذ وقت، وكذلك بعد المشاورات مع الرجال التخصص في هذا الفن ومع المشايخ ورجال الدين دون شك. لكن قرار هذا الدستور أكيد أنها هي ثقة تريد بها ثقة شعبية وكذلك الاعتراف الدولي، يعني معناها أن حركة طالبان هي ليست متشددة كما تزعم كثير من الدول، أو هي لم تتنازل. أكيد أن حركة طالبان هي تنازلت بهذا الأمر وأظهرت أنها هي حاضرة
ما هو لسان جديد. طب سيد حكمة، ما هي التنازلات التي ستقدمها طالبان؟ هل هي واضحة؟ الدستور 64 يعني وصف أنه متقدم في ذلك الوقت، سمح، فتح الأبواب أمام زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وكانت هناك انتخابات لمجلس النواب وهيئة قضائية مستقلة. هل تؤمن حركة طالبان بوجود أو بضرورة أن يكون هناك أحزاب سياسية، انتخابات برلمانية، انتخابات لأمير المؤمنين أو الخلافة أو رئيس أفغانستان؟ حتى الآن العبارات فضفاضة، لا تتحدث طالبان عن التفاصيل، وحتى الآن لم تقرر بعد كيف عودة الفتيات إلى المدارس، وخلت حكومتها المؤقتة من النساء. دون شك أن الدستور القديم هي غير صالح لزماننا، لوقتنا الحاضر، لأنه هو كان قديم جدا، وهو خطتت في عهد ملكي يعني قديم جدا. لكن مجرد قبول هذا الدستور هي تدل على أن حركة طالبان تغيرت، وهي حاضرة أن تمشي مع الدول، وهي تتعامل مع المجتمع الدولي ككافة الدول. هذا واحد، يعني بعض الخطوط صعب بالنسبة لحركة طالبان أن تتنازل منها في وقت الحاضر، يعني هي في حالة المبدئية الحركة ودولتها جديدة، يعني صعب أن تتنازل وتعترف على طول بحقوق المرأة وبحرية المرأة كما نراه في الغرب وفي الدول الأوروبية. يعني صعب لحركة طالبان التنازل منها، لكن هذه القبول للدستور القديم هذا معناها أن حركة طالبان بدأت تتنازل، وكأنها حاضرة يعني غير مصرحة بالحضور وبالاعتراف، لكنها اعتراف نسبي على أنها هي تعترف بحقوق المرأة، وكذلك ستخلق أو ستخلق فرص مناسبة للعمل للنساء في الدوائر الحكومية والمنظمات الخيرية وغيرها يعني. وهذه لم تكن في 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 دفعة واحدة، أكيد هذا تكون بشكل تدريجي وكذلك بطريقة حكيمة، يعني لأن عناصر حركة طالبان أكيد غير حاضرة أن تقبل كل هذه الأمور في دفعة واحدة أو في نقطة المبدئية، لكن الحركة بدأت. نحن نشاهد في المشهد هنا في أفغانستان كثير من المواضيع الحركة لم تتشدد فيها، يعني هي لا زالت تقول أنها حاضرة أن تفتح كافة مجالات العمل للنساء، لكنها تخالف الاختلاط. هذا واحد. وكذلك الإمارة الإسلامية ستفتح كافة المدارس للبنات، لكن هي تخالف الاختلاط. ولو ننظر إلى الأفكار العامة، الشعب الأفغاني يعني غير راضي بالاختلاط، يعني نعم. أنا كأفغاني أفضل أن تدرس بنتي في غير دون الشباب، يعني لوحدها تكون مدرستها وأستاذها بنت أو امرأة، يعني هذا نحن نفضل كشعب الأفغاني. والحركة هي تكرر هذه الكلمات وتقول نحن نحاول الفرص المناسبة للعمل نعم، يعني تهيئة الظروف ما يتلائم مع، لكن مجرد الاعتراف مجرد اعتراف بالدستور القديم هذا معناها أن حركة طالبان ستتغير وستسامح في كثير من الموارد التي تخاف منها الشارع الأفغاني. نعم. طيب الدكتور مسعود، تعتقد أنه ربما بعد مرور هذا الوقت والخطوات التي تقوم بها الطالبان ربما يتبلور في العواصم الغربية أو في واشنطن بأن هناك حاجة إلى اتباع نهج البراغماتية أو الواقعية ربما أكثر في التعامل مع حركة طالبان؟ نعم، الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع حركة طالبان، ليس فقط لأن حركة طالبان هي التي سيطرت على البلاد بصورة كاملة الآن، ولكن لأن الولايات المتحدة تريد أن تظهر
لشعبها أولا وللدول بصورة عامة بأن احتلالها لأفغانستان لمدة 20 عاما لم تذهب سدى، فحركة طالبان التي أعادت استلام البلاد تغيرت، والذي نراه هو فعلا هنالك خطوة في التغير بالنسبة إلى أفغانستان، بالنسبة إلى حركة طالبان. والرئيس بايدن والإدارة الأمريكية قالت بالكعب الحرف الواحد وبوضوح تام بأنها ستنتظر ماذا سيحصل على الأرض، أي أن الولايات المتحدة لن تكتفي بهذا التغير البسيط، يعني هنالك لا تريد الولايات المتحدة أن يكون هنالك تغير في المظهر واستمرار في الجوهر، سترى كيف ستتطور الأمور على الأرض، كيف ستتعامل حركة طالبان مع المرأة بصورة عامة، مع الحريات بصورة عامة، مع تعليم البنات في المدارس بصورة عامة، هذه أمور أساسية، كيف ستتعاطى مع النساء اللواتي كنا يستلمن مراكز في الدولة وفي القضاء وفي التعليم وفي أمور أخرى، هل سيحصل اضطهاد؟ وقد بدأت بعض الحركات الآن من قبل حركة طالبان ضد نساء، وهناك وقد قرأنا اليوم كيف أن عددا من النساء القضاة هربنا من منازلنا لخوفهن من عمليات اضطهاد، فسنرى على الأرض ماذا سيحصل. والولايات المتحدة مثلها مثل الدول الأخرى وفي طليعتها الأمم المتحدة بالذات سترى كيف ستتعاطى أفغانستان على الأرض مع الشعب، ومن هنالك ستقرر طريقة تعاطيها مع هذه الدولة ومع الحكومة الجديدة بدستورها المؤقت الحالي. أنا أشكرك من واشنطن دكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق، كذلك ضيفي من كابول حكمة صافي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لكما.